انا عايز اتكلم معاك في نقطه، لانه احنا عندنا السنه دي في 3 4 لعيبه مش او 5 لعيبه مش غرب عن النادي الاهلي، يعني كانوا موجودين بس طلعوا اعارات ورجعوا على فرقه واخده بطوله افريقيا، ورجعوا على جهاز فني جديد بيشوفهم يمكن لاول مره، وفي عندنا 3 صفقات اول مره بيخشوا النادي الاهلي. انا عايز اكلمك في جزئيه الانسجام، لان انا بيتهيألي فكره انه الفرقه تبقى تقيله مش بس بالاسماء اللعيبه اللي فيها، ومش بس بامكانياتهم وبمهاراتهم، لكن كمان فكره التجانس والانسجام، وانك انت تهضم الطريقه اللي الجهاز الفني حاططها عشان او التكتيك الجهاز الفني عايز يلعب بيه، ده جزء كبير جدا ينقل اداء الفريق ويسخر امكانيات اللعيبه عشان تقدم كره حلوه. في فرقه زي النادي الاهلي ازاي الانسجام ده بيحصل ويفرق من لعيب للعيب؟ يعني انت شخصيا في تجربتك مع النادي الاهلي، هل اول ما لبست تيشرت انسجمت مع الفريق، شفت طريقه اللعب، خدت ثقافه الفوز مره واحده، ولا ده حصل معاك بالتدريج؟ هو ده بنسبه كبيره جدا بيرجع لحاجه في الكوره اسمها اوضه اللبس. اوضه اللبس ان ازاي اللعيبه القديمه اللعيبه الكبيره اللي هي اللي عندها الاقدميه في الفريق، ان اي صفقه جديده، وده حصل معانا شفته، ان اي صفقه جديده ازاي بتخش جوه. انت دخلت على الفرقه كان مين الكبار فيها؟ انا دخلت كان ابو تريكه، بركات، متعب، عماد النحاس، وائل جمعه، شادي محمد، حضري، امير عبد الحميد، عتاوله يعني، محمد شوقي، حسن مصطفى، مجموعه كبيره، حسام عاشور، كان جيلبرتو، احمد السيد، شديد، دي كانت المجموعه، صديق، اسلام الشاطر، احمد فتحي، كان مجموعه كبيره جدا. بس انا دخلت لما استقبلوني في الاوضه كان ابو تريكه، كان في رهبه كابتن احمد وانت داخل؟ طبعا طبعا، انت داخل النادي يعني. الاهلي وهم لسه محققين دوري ابطال افريقيا ماتش الصفاقس، وداخل صفقه جديده، بس من اول يوم فعلا انا ما حسيتش ان انا غريب او ان انا لسه جديد، بدليل ان انا اول كانت مباراه ليا كانت مباراه برشلونه، فما كانش عندي حتى الرهبه، كانت الفرقه مدخلاني، وانا كان خصوصا انا كان عندي 20 سنه كنت لسه صغير، بس اللي انا شفته من اللعيبه، اللي انا شفته حتى مساندتهم داخل الملعب في الماتشات او في التمرين او حتى النصايح، وده اللي فعلا دلوقتي بيعمله، هتلاقي ايمن اشرف، هتلاقي الشناوي، هتلاقي اللعيبه الجديده لما بتيجي ما بتحسش بفرق، لان مهم جدا ان انت لما تبقى فرق بطوله يبقى عندك اوضه لبس قويه، ويبقى عندك كام دي مسؤوليه كباتن الكبار، اللعيبه القديمه في الفرق، اللعيبه القديمه، وخصوصا زي ما حضرتك قلت ان في اكرم توفيق، احمد ياسر، ريان، بيكهام، دول ولاد النادي الاهلي، اتربوا داخل النادي الاهلي وعارفين سياسه النادي الاهلي، ان هو على طول بيلعب على البطوله. حاجه ايجابيه تحسب لمجلس اداره، ان مجلس اداره النادي الاهلي ان هو صبر على اللعيبه دي، طلعهم اعاره سنه واثنين ورجعهم، عملوا زي عمليه انصهار داخل الفريق مع اللعيبه الكبيره. عشان كده لما بقول لحضرتك هتلاقي اي لعيب جديد هيخش، بدر بانون لما بيدخل وتشوفه بالمستوى ده، هو ده بيرجع برضو للخبرات والقدرات اللي عند اللعيب. أيوة. لعيب كابتن فرقته، لعيب لعب بشكل كبير على مستوى البطولات، على مستوى الانجازات في افريقيا، لان هو ينسجم او يخش بالصوره دي، ده هيبقى وضع طبيعي، واوضه اللبس هتسهل عليه ان هو يخش ويحقق بطولات مع النادي الاهلي.